لكن ألا ترى أن هذا يناقض أن عبد العزيز بوتفليقة وجناحه هو الآن الكل في الكل، ليس هنالك جناح آخر. لا يمكن للمخابرات أن يقولوا لعبد العزيز بوتفليقة لا تترشح، وقد ثبت ذلك أن عبد العزيز بوتفليقة ترشح فعلا. يعني ربما فيها مسألة تشكيك هون، أنه ما فيش فرع آخر يقول لا الآن لعبد العزيز بوتفليقة وفريقه، أقصد قايد صالح وجماعته. شوف، أولا كما قلت لك، المخابرات منقسمة ما بين الذين جيء بهم قبل أشهر، وهذون يدينون بالولاء لقايد صالح وسعيد بوتفليقة، يعني للجناح الرئاسي، وما بين قدماءها من كبار الضباط. انت الجنرال حسن اليوم راهو تحت الاخر، راهو في السجن تقريبا، يعني قناة جبرية، يعني بعد ما طردوه من 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 البيت، وبعد ما قطعوا له الماء وتريسيتي. هذا تعرف من هو الجنرال حسن؟ هذا كان ذكر اسمه يثير رعب. هذا يرأس القوات الخاصة اللي كان يسموها قوات مكافحة الإرهاب، كان تحته أكثر من 3000 عنصر من أشد عناصر القوات الخاصة، اللي كانت تعتقل من تشاء، تقتل من تشاء، تذهب تعذب من تشاء، تفعل ما تشاء. جناح حسن هذا كان يرعب جنرالات آخرين، ليس فقط الناس والبسطاء. الآن باش يعطوا رسالة واضحة للتوفيق، قاموا بهذه كل ما يقومون به، ومتهم بأنه، وتهمة خطيرة هذه، لابد الناس تفكر فيها. هذا اتهموه بتشكيل مجموعات، هذه التهمة الرسمية، مجموعات مسلحة خارج القانون. تعرف ما معناها؟ معناها كان يدير مجموعات إرهابية مزيفة. الجية اللي شبعونا بها واللي ذبحتنا، هاهي الآن تبدأ تتضح الصور وتبدأ تتضح المعلومات. ثم شيء آخر، الآن قناة الأطلس، هل تدري من هو المالك الحقيقي لقناة الأطلس، أو على الأقل المالك الأساسي لها؟ جبار مهنة، جنرال جبار مهنة. ومن هو الجنرال جبار مهنة؟ أحد الكبار الدمويين وأكثر الناس قربا من التوفيق. لماذا أغلقت القناة؟ حبوا يعطولهم أيضا إشارة قبل ما يعلن عن ويحيى اللي هو يمثل هذا الجناح، توفيق، جبار مهنة، جنرال حسن، طرطاق، كل قائمة طويلة من الجنرالات ومن المدنيين ومن العسكريين، يعملوا معهم الترغيب والترهيب. كما نقول احنا بالمثل الدارج، البارد والسخون. البارد نجيبوا يحيى ونعطوا لكم هكذا، من يقبل منكم بالتعاون معنا، احنا ماشيين للعهدة الرابعة. العهدة الرابعة قرها قايد صالح ومجموعة الأركان الجنرالات، وباركتها وساندتها ودعمتها فرنسا بقوة. بما أنها فعلت كذلك فهم ماشيين. فإذا إيش هو الحل؟ قال طيب نجيبوا يحيى ونوري لكم باللي احنا ممكن نعمله هدنة، وفي نفس الوقت ممكن نضربوكم في أماكن أخرى. طيب الآن مشاهدينا الكرام، أرحب بانضمام كريم طابو، رئيس أو ناطق الرسمي باسم الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي. كريم طابو، ماذا يعني بالنسبة لك ضم أحمد أويحيى وعبد العزيز بالخادم في موكب عبد العزيز بوتفليقة أو فريق عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات؟ ثم هل هنالك ما ينتظرهما في المرحلة المقبلة؟ شكرا أخي عثمان. يعني اسمح لي أحيي الأخ محمد العربي زيتوت على مواقفه الشجاعة وتدخلاته السياسية القيمة. أما فيما يخص يعني الحديث اليوم حول عودة وذهاب ورجوع، ويعني لأحمد ويحيى ولعبد العزيز بالخادم، أنا أظن بأن في بعض الأحيان يجب الرجوع إلى يعني تعريف المصطلحات. المصطلحات السياسية المحمول بها في الجزائر، عندما يعني نتكلم على دولة، أي دولة، عندما نتكلم على القانون، أي قانون، عندما نتكلم على أحزاب، أي أحزاب، عندما نتكلم على معارضة، أي معارضة. صحيح هناك أزمة سياسية حقيقية، صحيح بأن المجتمع الجزائري فاقد الثقة كاملة في النظام وفي السلطة، ولكن من بين العناصر الأساسية للأزمة التي تعيشها الجزائر هو فقدان الثقة بين المواطنين ومن يدعي بأنه معارض، من يدعي بأنه حزب سياسي. الأزمة الحقيقية اليوم الموجودة في الجزائر هو أن هناك غضب شديد عند المواطنين، هناك إرادة قوية عند المواطنين البسطاء، ولكن هذا المواطنين الشعب الجزائري قد يعني يحط ثقته في من؟ هناك أحزاب سياسية تقاطع، هناك أحزاب سياسية تتكلم بالمعارضة، ولكن لم تستطيع
بغض يعني رغم وجود غضب شديد، رغم يعني وجود أجواء سيكولوجية عملية سياسية لرفض هذه السلطة ولرفض هذا النظام، ولكن هذه النخبة وهذه الأحزاب لم تتمكن في إعادة بناء ثقة بينها وبين المواطنين. من بين الأسئلة التي يطرحها الشارع الجزائري يطرح سؤال: هل هذه النخبة التي قد تعارض، ربما تعارض بنيتها الصافية، ولكن الشعب الجزائري يطرح اليوم سؤال: هل هؤلاء لن يرجعوا إلى ما كانوا عليه في السابق؟ لأن المرحلة التي تأتي بعد الانتخابات، المراحل السياسية القادمة، هي أصعب ويعني ينتظر فيها الكثير، والنضال السياسي قد يكون أصعب وقد يكون أقوى. إذن هذه الثقة يجب أن تعاد أن تبنى بالطرق السليمة. أما قضية بالخادم ويحيى، المعروف بأن النظام الجزائري مهيكل على شكل معقد شيئا ما. أولا فيه يعني دوائر مبني على أساس دوائر، هناك دائرة أولى، دائرة ثانية، دائرة ثالثة، دائرة رابعة، ربما إلى ما لا نهاية. الدائرة الأولى هي صناع القرار، الدائرة الثانية هي المقربين، الدائرة الثالثة هي الزبائن، والدائرة الرابعة والخامسة والسادسة هي الفلاحين والفلاحات، موجودين بكثرة. هناك كثير من الأحزاب السياسية تريد أن تذهب من الدائرة الأولى لا تذهب إلى الدائرة الثالثة، وهناك من يريد أن يطلع من الدائرة الثالثة إلى الثانية، وهناك من يكون في الدائرة الثانية ثم يحدث إلى الدرجة الثالثة. هذا يعني السيستم، هذا النظام يخلي كل أشخاص المتورطين الذين لهم مسؤولية في المجازر السياسية، في المجازر الاقتصادية، فيما حدث في الجزائر منذ من عنف ونهب وسرقة وفساد إلى 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 آخره، كل هذه الأشخاص قد تكون يعني بمثابة أشخاص تستعمل بمهام تعطى لهم من طرف الدائرة الأولى وهي دائرة صنع القرار. إذن الخطأ الذي قد يقع تقع فيه النخبة الجزائرية وقد تقع فيه الأحزاب السياسية هو جعل ببعض الأشخاص عندما تكون عندما ينزل من الدائرة الثانية والدائرة الثالثة، هناك نخبة تقول بأن أحمد يحيى أصبح معارض، أحمد يحيى رفض العهد الرابعة، أحمد يحيى أصبح رجل يعني سياسي مقبول. هذه الصيغة، هذه الأخطاء التي يعني تطيح فيها النخبة السياسية أدت ببعض النخبة السياسية الأحزاب جعل بالجنرال توفيق أحسن من بوتفليقة، وفي بعض الأحيان هناك طرف يقول لك بأن بوتفليقة أحسن من توفيق. هي أصلا هي عناصر وهي يعني هيكلة موجودة في نفس النظام، وهذا النظام متفهم ومنسجم على يعني رأي معين وعلى قرار معين، وهو منع الشعب الجزائري نهائيا بممارسة حقه في اختيار ممثليه على كل المستويات. لأن طيب سيد كريم، فرصة الشعب الجزائري وقد اختار في هذه الفرصة بكل ديمقراطية ممثليه، انقلبت عليه الأوضاع ويعني عذب وعوقب الشعب الجزائري على خياراته السياسية. إذن اليوم هناك أشخاص قد تنزل من محطة وتطلع في محطة أخرى، ولكن هذه الأشخاص فيها أي قيم سياسية. طيب أستاذ كريم، طالما أنه أنت تحدثت الآن عن المعارضة ومصداقيتها في الشارع، كيف تقيم موقف الأفافاس؟ موقف وصفه المراقبون بالموقف المحير بلاءاته الشهيرة: لا نشارك في الانتخابات، لا نقاطع هذه الانتخابات، ولا نساند أي مرشح من هؤلاء المرشحين الستة. كيف تقيم هذا الموقف؟ كيف فهمته؟ طالما أنك كنت تتحدث عن المعارضة ومصداقيتها في الشارع. والله في الحقيقة سواء أن الأفافاس يعني أو أحزاب أخرى، أنا بالنسبة لك كمناضل قديم في هذا الحزب وعلاقتي مع هذا الحزب انتهت على أساس يعني حدوث تغيير في التوجه السياسي. اليوم الرأي العام يرى بأن هذا الحزب وبعض الأحزاب تدعي أنها أحزاب معارضة قبلت ببعض الأمور وقبلت بهذه اللعبة
اللعبة السياسية التي قام بها النظام. فبعد ما تأتي قبل ما تأتي هذه الانتخابات قد قام بوتفليقة بإصلاحات سياسية، وفي ذلك المرحلة كان بوتفليقة وكان النظام يحتاج إلى أحزاب جديدة، يحتاج إلى شخصيات جديدة تزكي هذه الإصلاحات، وهي محطة من محطات النظام. اليوم وصلنا إلى محطة جديدة وهي محطة الانتخابات الرئاسية، وبعض الأحزاب السياسية يعني تترك أبواب مفتوحة، لأن في بعض الأحيان تستعد للدخول في بعض هيئات السلطة، ومنها ربما يعني تتوسع الحكومة إلى هذه الأحزاب وتعطى مناصب معينة لهذه الأحزاب قد تسكت في هذا الظرف لكي تتحصل على مقاعد وعلى يعني مزايا من طرف السلطة. ولكن أنا لا أتكلم على هذه الأحزاب، أتكلم على إلزامية إعادة بناء ثقة حول مبادئ سياسية، حول قيم سياسية مع المجتمع الجزائري الغاضب، غاضب شديد من النظام، ولكن غاضب من هذه النخبة التي لم يعني تكون في 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 مستوى ما يطلبه الشعب الجزائري. وهو كذلك أستاذ كريم طابو، أنا أشكرك جزيل الشكر. كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، جزيل الشكر لك. سمحني فقط لضيق الوقت أعود لك أستاذ محمد العربي زيتوت، هو أشار إلى مسألة مهمة جدا، أنه هذه الأحزاب اللي هي أحزاب معروفة في معارضتها، حزب تاريخي، ربما أول حزب معارض في الجزائر هو حزب الأفافاس، ويقوده شخص، وأي شخص شخص تاريخي، قائد تاريخي شارك في الثورة، يعني ينقلب إلى هذه الدرجة بهذا الموقف. الكثير من المراقبين قالوا ما هذا الموقف، لا نشارك، لا نقاطع، لا نساند، حتى القاعدة قاعدة هذا الحزب لم تفهم هذا القرار الذي خرج. يعني كمتابع سياسي أنت كيف وقفت على هذا القرار، كيف تفهمه؟ نعم، مدام ذكرت الأفافاس بدوري أحيي أخونا كريم طابو، وقد ثبت على مواقفه، وقد كان الوجه وجه جميل ووجه ثوري حقيقي في الأفافاس لما كان يقوده هو وإخوانه. وأحيي بالمناسبة كل قدماء الأفافاس وهم كثيرين بالمناسبة، ما ممن غادر الحزب خاصة بعد أن شاهدوا الانحراف الكبير في 2012، انحراف لم يكن متوقعا. وأنا لا أخفيك، أعرف أن أيت أحمد ليس له أي دور في ذلك، أنا أعرف الرجل والتقيت عدة مرات ابتداء من 96. أيت أحمد الرجل ثابت، الرجل عندما تتحدث معه آنذاك يعني في نهاية التسعينات تحدثت معه أكثر من مرة، تشعر أنه ما زال يحمل الثورة وكأنه في العشرينات من العمر، وكان آنذاك في بداية الثمانينات. لكن الرجل مريض، وأعتقد أنه لم يكن ولم يطلع حتى، ربما بعض المحيطين منه من الأسرة قاموا مع آخرين بالانحراف الكبير. نحن نعتبر انحراف كبير للأفافاس، وللأسف يعني مؤلم، خاصة لحزب له كل هذا الإرث وقد ناضل لعشرات السنين ضد الاغتصاب السلطة وضد اغتصاب إرادة الشعب. هذا فيما يخص، وبالتالي يحيي كل المناضلين اللي كانوا قدماء في الأفافاس وغادروه بعد هذا الانحراف، وأنا على يقين أنهم سيكون دورهم مهم جدا في بناء الجزائر الجديدة التي نسعى لها جميعا، الجزائر حقيقة التي تعيد الكلمة لكل الجزائريين بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة. هذا فيما يخص هذا. لكن في الحقيقة الانحراف مس آخرين، يعني ليسوا آخر. المشكلة هو أنه هناك ناس عارفين بأنه رحيل هذا النظام ينهيهم إلى الأبد. هناك أحزاب، حزيبيات، بعض ما يسمى بشخصيات، بعض الإعلاميين، بعض هؤلاء مزورين مزيفين لا يمثلون حقيقة الشعب الجزائري، لا تمثيل لهم في الشارع، لا تمثيل لهم حقيقي، لا يستطيعون يجمعوا 5 أشخاص في الشارع، لكن يملؤون الساحة صخبا وصراخا لأن مكنتهم السلطة رديئة، ومكنت ما هو أردأ وأحيانا من هو أفشل، حتى تعطي أحيانا الصورة انظروا هؤلاء هم يريدون أن يكونون بدلا علينا، وكثيرين ما يدعمونهم. أنت فيه ناس من رفعوا شعار ننتخب بوتفليقة حينا وميتا، يعني أصبحنا مضحكة أمام العالم، ننتخب بوتفليقة حينا وميتا. إلى هذا الحد يصل الناس، إلى عبادة الناس، إلى عبادة الحاكم، إلى هذا الحد. يعني بشر،
يعني الناس لا تؤمن بالله لا تفعل هذا. أن نحن المفروض أن نؤمن بالله ونؤمن بيوم القيامة ونؤمن بالجنة والنار ونؤمن بأنه خير كلمة أو أعظم كلمة في كلمة حق في وجه سلطان جائر. يصل بنا الأمر إلى هذا الحد من الدناءة ومن السفاهة؟ هؤلاء جزائريين؟ هؤلاء حقا ممكن أن نربطهم بالجزائر وجزائر الثورة إلى آخره؟ لا، غير معقول، غير معقول بكل المقاييس.